وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد الركن طارق أحمد البفلاسة، رئيس شعبة الموارد البشرية وتقنية المعلومات في الحرس الوطني. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة، نهنئكم بالطبع بهذه المناسبة الوطنية، ونبدأ معك بكلمة بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني 27. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى منتسبي الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه 27. نعم عقيد طارق، يعني منذ تأسيس الحرس الوطني وهو يحظى برعاية ملكية سامية انعكست على تطوير هذه المنظومة العسكرية والإدارية للحرس الوطني، حدثنا عن ذلك. إن الرعاية الدائمة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للحرس الوطني مكنت من تحقيق مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة في تلبية نداء الواجب الوطني والتكامل مع منظومات الدفاع والأمن الوطني لترسيخ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين. نعم، كيف ترى أيضا التكامل الأمني والعسكري بين الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية؟ إن صرح الحرس الوطني يعتبر ركيزة أساسية تدعم المنظومات الأمنية من خلال تنفيذ التمارين المشتركة وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل من خلال تبادل المعلومات وإعداد الخطط للتعامل مع أي تهديدات قد تمس بالمكتسبات الوطنية. نعم، ختاما هل لك أن تصف لنا التطور والتحديث المستمر في مختلف قطاعات الحرس الوطني؟ إنما يشهد الحرس الوطني من تطور مستمر يأتي عبر خطط استراتيجية تواكب التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تتضمن رفع مستوى القدرات البشرية والإمكانيات العسكرية والتوسع في المنشآت بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل العسكري بما يرفع من مستويات الكفاءة لدى قيادات هذا الصرح الوطني. كما أن المنظومة الصحية بالحرس الوطني تشهد نقلات نوعية والتي تتواصل من خلال ما يشهد الحرس الوطني حاليا من إنشاء لمستشفى متكامل يعزز من مستويات الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الحرس الوطني. نعم العقيد الركن طارق أحمد البفلاسة، رئيس شعبة الموارد البشرية وتقنية المعلومات في الحرس الوطني، شكرا جزيلا لك.